تقريبا لحد دلوقتي كلامي صح. كلامي صح في ايه؟ كلامي صح ان مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي قصدي، او ان كل فرق الدوري الانجليزي لازم تتعثر، لازم تتعثر الموسم ده. ليه؟ علشان حرفيا في فرق السنه دي عاملين ماتشات ملحميه، وفي فرق السنه دي بجد 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 واخده الدوري او واخده الموسم بشكل جدي رهيب. يعني ما هتلاقيش حد مش هيتهزم، ما هتلاقيش حد مش هيتعادل، كلهم هيمروا بمرحله فوز تعادل خساره كلهم. احنا لحد دلوقتي شايفين التقل بقى بعد مانشستر سيتي والارسنال، مباراه حلوه جدا اللي هي كانت متقفله، بس في نفس الوقت طبعا الفريقين عملوا ماتش حلو جدا. في الاخر الارسنال خطف هدف في الدقائق اللي قبل الاخيره، فكان ماتش حلو وارسنال يستاهل، سواء ده فاز او ده فاز، الاثنين يستاهلوا لان الاثنين بيلعبوا كره حلو، الاثنين حاليا بعبع انجلترا تقريبا، لان الارسنال ما تهزمش في الدوري ولا ماتش، والسيتي تقريبا تهزمش غير ماتش واحد بس، اما الارسنال متعادل ماتشين. فملخص الكلام ان توتنهام دلوقتي بقت فوق في المركز الاول، هي والارسنال بفرق بس الفرق الاهداف تقريبا، تمام، وبعدهم السيتي، وندخل في المربع بقى تضم بقى معاهم بعدهم ليفربول، وتضم بعديهم برايتون، وتضم بعديهم استون فيلا. السته الاولانيين شغاله ملحمه، شغالين ملحمه. مين بقى اللي وقع وما كناش متوقعين ان هم يحصل فيهم كده؟ هما في اتنين، الاتنين دول كان في امل ان هما ممكن يتظبطوا، كان في امل ان هما ممكن يتظبطوا، بس احنا كده كده قايلين من قبل الموسم ان الدنيا بتاعتهم بايظه، ده تشيلسي تمام، فموضوع بايظ. وايريك تين هاج مع مانشستر يونايتد، انا ما اعرفش انت بتعمل ايه، انا ما اعرفش في ايه في مانشستر يونايتد، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. مانشستر يونايتد بحس كده ان هي معمول ليها عمل من ايام السير اليس، يمكن اللي كسر النحس ده شويه مورينيو فتره وفكوا مشي، من وقتها او من ساعتها ولحد دلوقتي مانشستر يونايتد تحس كده ان حرفيا 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 فلوسهم حرام، فلوسهم كلها حرام، فما تعرفش في ايه، ما تعرفش في ايه. فايا كانت ده التعثرين اللي احنا ما كناش متوقعين انه ممكن يحصل، او كنا متوقعين ان هم ممكن يبقى اداهم افضل من كده، بس للاسف. فتوقعوا ان الدوري ده حرفيا 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 هتشوف فيه هزايم كتير للناس التقيله، وتعادلات كتير للناس التقيله، تمام، وكلهم هيمروا على نفس الموضوع. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الماتشات اللي جايه. انا طبعا مش هحلل، بس انا قلت لك معلومه سريعه بس مش اكتر. خلينا في الماتشات الجايه بقى نتكلم. سلام.